للمزيد حول نتائج الجولة الخامسة من مفاوضات اللجنة الدستورية في إطار الحل النهائي للأزمة في سوريا، ينضم إلينا السيد أحمد كامل، الكاتب والباحث السياسي السوري، عبر سكايب من إسطنبول. أستاذ أحمد، بداية مرحبا بك. اختتمت أعمال الجولة الخامسة من مفاوضات اللجنة الدستورية، بداية كيف تقرأ الظروف التي سبقت انعقاد اللجنة؟ هي نفس الظروف ونفس نتائج كل الجولات، تضييع للوقت، استهزاء بعذابات الشعب السوري، وضعف وتواطؤ دولي. يعني ما يحصل هو بالضبط ترك تفاح مجرم كبير جدا مع ضحايا في مكان لكي يتفاهموا. هذه هي فكرة مفاوضات جنيف التي انتهت هذه النهاية البشعة، أن نترك السفاح بكل سلاحه، بكل وحشيته، مع الضحية، بكل جروحه، بكل لا سلاحه، لكي يتفاهموا معه، وهذا نتيجة متوقعة يعني، ما في شيء جديد. طيب أستاذ أحمد، جولات مكوكية بين موسكو وطهران وأنقرة والقاهرة، يعني قبل بدء الاجتماعات يوم الاثنين الماضي، يعني قام بها بيدرسون، مع ذلك لم تنتج هذه الجولات أو هذه الجولة لم تنتج يعني أي شيء، لا حلحلة الوضع في جنيف بين المفاوضين. إلى أي مدى ترى أن القرار يعني لا يزال ربما خارج البيت السوري؟ الجولات لن تثمر شيئا طبعا. هل تستطيع أن تقنع نظام الملالي الإيراني بأن تكون سوريا ديمقراطية؟ لا يمكن. هل يمكن أن تقنع بوتين بأن تصبح سوريا دولة حرة وديمقراطية؟ لا يمكن، طبعا لا يمكن. هم أعداء الحرية، هم جاءوا إلى سوريا ليقتلوا أي انتشار للحرية والديمقراطية في سوريا. كيف ممكن نقنعهم؟ يجب إجبارهم على ذلك، وإجبارهم على ذلك يفترض موقفا أوروبيا أمريكيا عربيا قويا، وهذا غير موجود، أو تزويد الشعب السوري بالسلاح، وهذا غير موجود. فإذا كل شروط الوصول إلى نتيجة غير متوفرة مطلقا. طيب، على الرغم من أن الجولة الخامسة كانت تهدف إلى مناقشة المبادئ الأساسية للدستور وشكل النظام السياسي، ما يعني ربما يعني أنها ربما جولة إجرائية، إلا أن الخلافات يعني عصفت بالمفاوضات. ما تفسيركم لاختلاف وفد المعارضة على هذه المبادئ الرئيسة؟ بعض المراقبين يرون أنه اختلاف لوفد المعارضة على هذه المبادئ. المشكلة يعني ليست في كيف نكتب دستورا جديدا، نعم. المشكلة كيف نجبر عصابة متوحشة لا تؤمن بالقانون ولا تؤمن بالدستور بأن تحترم الدستور. هذا هو كل الموضوع يعني، والموضوع غير قابل للحل. يعني كيف ممكن نقبل نصف حرية، نصف ديمقراطية، ربع كرامة، ربع شرف مثلا؟ ما في شيء اسمه ربع شرف. يا إما نحن بشر أحرار طبيعيين لنا حقوق البشر، يا إما عبيد، ما في حل وسط، ما في نص عبد وربع عبد. فالنظام السوري لا يمكن التوصل معه إلى أي نتيجة مطلقا. المفاوضات مع هؤلاء الوحوش، مع الإيرانيين ومع الروس ومع النظام السوري، بلا فائدة مطلقا، تضيع للوقت، وقد مضى عليها سنين طويلة. بيان جنيف الأول كان في عام 2012، مضى عليه تسع سنوات والنتيجة صفر. أستاذ أحمد، البعض يعني يرى أن النظام يستفيد من هذه الخلافات ونتائجها التي تتمثل في تعطيل الحل النهائي. إلى أي مدى تتوقع أيضا أو تتفق مع أن النظام يراهن أيضا على البقاء في ظل عدم توافق بين أطراف المعارضة من جهة، والدول الفاعلة في الأزمة السورية من جهة أخرى؟ إذا اعتبرنا السرقة استفادة، إذا اعتبرنا الاغتصاب استفادة، فيمكن أن نسمي ذلك استفادة للنظام. النظام عديم الإحساس، لا يهمه الشعب السوري، لا يهمه أن السوريين في سوريا يعيشون أسوأ الظروف، وفي خارج سوريا يوجد 10 ملايين سوري، هذا لا يهمه. لا يهمه وجود 10 جيوش أجنبية في سوريا، فهو عديم الإحساس، وبالتالي هو لا يريد إلا الكرسي فقط. نعم. وبالتالي كل
يعني كل أساليب الضغط التي تعتمد على الإحساس، التي تعتمد على القانون، التي تعتمد على السلام، على كل القيم الإنسانية، كلها لا تعني شيئا بالنسبة للنظام. يجب أن يهدد، يجب أن يشعر بالخطر لكي يقبل حقوق الشعب السوري. شكرا لك أستاذ أحمد كامل، الكاتب والباحث السياسي السوري، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول.